السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا مع أول يوم في رمضان ما شاء الله تبارك الله كان عندنا هذا التورس 2018، كان عنده مشكلة في كمبيوتر الشاشة اللي هو سينك 3، بدلنا لها الآن الكمبيوتر والآن كل شيء شغال معنا ما شاء الله تبارك الله. طبعا باللغة العربية كلها شغالة معنا، البرامج تطبيقات صوت البرمجة كلها شغالة معنا، راديو الاف ام والاي ام كله شغال معنا ما شاء الله تبارك الله. 3 محاولات على السريع. البرمجة كلها شغالة معنا، اللي هو الكاميرا الخلفية الآن نشوفها، هذه الكاميرا الخلفية، كذلك تحكم التكييف والمكيف شغال معنا ما شاء الله تبارك الله، التكييف كل شيء شغال معنا وكالة ما شاء الله. كذلك الأبل كاربلاي، بالله جيب جوالك يا غالي، وصل جوالك، الأبل كاربلاي شغال معنا ما شاء الله. طبعا كل نظام الوكالة شغال ما شاء الله تبارك الله، هذا الأبل كاربلاي، خرائط جوجل ماب، كل شيء شغال معنا ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك له فيها، يعطي خيرها ويكفي شرها. ها حبيبنا وش رايك مضبوطة؟ إيه ما شاء الله. الله يبارك لك يا حبيبنا، يعطي خيرها ويكفي شرها. رجل اشترك في القناة متابعة كل جديد، أخوكم أبو لؤي 0577993772.